هؤلاء لا يطلقون النار في مواجهة ما، بل يعبرون عن فرحتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم. انتشار هذه الممارسات في ليبيا دفع السلطات القضائية لإصدار قرار باعتماد عقود الزواج شريطة التعهد بعدم إطلاق الرصاص أثناء الاحتفال، قرار لقي ترحيبا من المواطنين الذين دعوا لمزيد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة. نشوفها ظاهرة سلبية من ناحية الرماية، يتساقط العائرات تمام، يضرهم في المواطنين أول حاجة، وثاني حاجة في من عائلات اللي عندهم مرضى ضغط وسكر ما يتحملوا فيه شيء. بالتأكيد حتكون حاجة سلبية، وهذه بتخلف حتى عواقب وخيمة على الناس. عندما يتم إطلاق الرصاص في الهواء، هذا الرصاص بيرقى فوق وبعدين بينزل لوطة، ممكن بيجي في سيارة، بيجي في إنسان ماشي، بيجي يعني بيشكل ضرر كبير للإنسان. يعتبر مخالف للقانون وإزعاج للناس، في ناس مرضى، في ناس كبار، في أطفال صغيرين، رضع وغير ذلك، يعتبر إزعاج يعني بالنسبة لإطلاق النار يعني. وتراجعت الحوادث الناجمة عن إطلاق النار في المناسبات والأعراس في عدة مدن ليبية، لكن كثيرين يطالبون بمزيد من الإجراءات للحد من استخدام الأسلحة. القرار اللي صدر من محكمة سبا ابتدائية وأيضا مديرية أمن سبا يحتاج أو يشوبه الكثير من النقص. يعني ممكن أي حد يطلق النار في الفرح وما يكون العريس يعني متفق معه أو يكون من أهل العريس، ويتسبب في أزمة للعريس أو لأهل المناسبة يعني. فالموضوع يحتاج لحزم أكثر، يحتاج لضبط أمني أكثر من قبل مديرية الأمن. وبعد أكثر من 10 سنوات من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، باتت الأسلحة منتشرة وبمختلف أنواعها في الشارع الليبي. محاولات للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات الاجتماعية التي قد تحول الأفراح إلى أحزان، وسط تحديات أمنية وثقافية تجعل من القضاء عليها طموحاً قد يبدو بعيد المنال على المدى القريب. رافت بالخير، الحرة، طرابلس.